أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامج هاشتاج، والتي نخصصها لتناول كل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة السودانية الخرطوم. ندعوكم دوما أن تشاركوا معنا بتغريداتكم وتدويناتكم وفيديوهاتكم حول تطورات الأوضاع في السودان، فكونوا معنا. إذن كان يوما داميا في السودان، وذلك بعد مقتل نحو 30 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين خلال فض المجلس العسكري الانتقالي للاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني. هذا ونقل عن شهود عيان قولهم إن جثث بعض الضحايا ألقيت في مياه نهر النيل. هذا وقد تصدر هاشتاج مجزرة القيادة العامة قائمة الأكثر تداولا عربيا وعالميا على موقع تويتر. ردا على فض الاعتصام، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير وقف التفاوض وكافة الاتصالات السياسية مع من سمته المجلس الانتقالي إلى أنه لم يعد أهلا للتفاوض بعد هذه التدورات، وأكدت أن منطقة الاعتصام الآن لا تضم إلا أجساد القتلى الذين لم يتسنى إجلاؤهم. كما أعلنت الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح اعتبارا من هذا اليوم ولحين إسقاط النظام. وتعهدت قوى الحرية والتغيير التي تقود الحركة الاحتجاجية في السودان بتقديم قادة المجلس العسكري لمحاكمات أمام قضاء عادل ونزيه في سودان الثورة، وقالت إنهم يتحملون مسؤولية إراقة الدماء. من جهته أعرب المجلس العسكري الانتقالي عن أسفه تجاه تطور الأوضاع ووقوع خسائر وإصابات، وأكد حرصه على ما وصفه بأمن الوطن وسلامة المواطنين، وجدد المجلس العسكري الدعوة للتفاوض في أقرب وقت ممكن بغية التوصل إلى التحول المنشود بحسب بيان المجلس. وقال المجلس في بيانه إن هناك مجموعات متفلتة احتمت بميدان الاعتصام، أفضى ذلك الواقع إلى ظهور مناطق خارجة عن القانون تمارس فيها كل الأفعال المخالفة للقانون، ما دعا شركاء التغيير إلى التوافق على استنكار ورفض ما يحدث في تلك المنطقة لحسم هذا المشهد. وأضاف المجلس العسكري: من منطلق مسؤولياتنا الوطنية قامت قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة بإشراف وكلاء النيابة بتنفيذ عملية مشتركة لنظافة بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل والقبض على المتفلتين ومعتادي الإجرام. وتابع أثناء تنفيذ الحملة احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام، الشيء الذي دفع القادة الميدانيين وحسب تقدير الموقف لملاحقتهم، ما أدى إلى وقوع خسائر وإصابات. مشاهدينا، وردنا الآن هذا الخبر العاجل. قوى إعلان الحرية والتغيير تدعو اتحاد الاتصالات في السودان لعدم الرضوخ إلى أوامر المجلس العسكري بقطع خدمة الإنترنت عن البلاد. هذا وقد وثقت هواتف النشطاء وكاميرات الصحفيين مشاهد مروعة من عملية فض اعتصام القيادة العامة والذي فوجئ به المعتصمون فجر آخر أيام شهر رمضان المبارك وبلا إنذار مسبق، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية غزارة في تلك الصور قبل أن تشهد شبكة الإنترنت في البلاد انقطاعا في محاولة ربما لفرض المزيد من التعتيم الإعلامي حول فظاعة المشهد. هناك نتابع هذا المقطع. ده ضربة
بلعم ضربة حلية. اسكت. ما ينقذ واحد بس. قوات الدعم السريع بتطارد. عم فرحانين. غضب السودانيين ظهر جليا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب المفكر السوداني تاج السر عثمان: اختاروا جوار الكعبة مكانا لإدانة قصف أنبوب النفط، وفي اليوم التالي وبأموال النفط قتلوا الصائمين. يا حلف الفجار الثلاثي، شركم بلغ الآفاق، لم يبق بيت لم تؤلموه بطغيانكم، وعلى الباغي تدور الدوائر. وأضاف في تغريدة ثانية: مجزرة القيادة العامة دعم وتمويل الإمارات والسعودية، تخطيط مصر السيسي، تنفيذ حميدتي والمجلس العسكري. ضع هذه الحقائق أمام عينيك لتزداد عزما على إفشال غدرهم الذي لم يراعي حتى حرمة الشهر الفضيل. كل ساحات ثورة وكل المرافق عصيان مدني، اعمل شيئا كن أو لا تكون. وغرد المدون محمد الفاتح قائلا، أحمد مجلد قائلا: إلى شرفاء القوات المسلحة السودانية، اليوم هو وصمة عار في تاريخ هذه المؤسسات الوطنية. لن تمسح من الذاكرة السودانية أن يقتل المواطن السوداني برصاصكم أو برصاص حميدتي بالعاصمة وتفشلوا في حمايته، فهذا والله خزي وعار، بينما تحمون حدود السعودية، كم ندفع لكم لتحموننا؟ وقالت المدونة السودانية سلمى: كنا نعلم بعد زيارة المجلس الانقلابي للسعودية والإمارات ومصر أنه سيعود بمخطط لفض الاعتصام، ولكن لم نكن نعلم أن الوحشية في القتل ستكون بهذا الحد. انصاعوا لأجنداتهم ونفذوا التعليمات بسرعة وجاهزية وحسم، لكن نهايتهم ستكون بذات السرعة والجاهزية والحسم، والشوارع لا تخون.
وكتب المدون السوداني محمد الفاتح: السلمية كانت وستبقى مبدأنا الأول الذي لا حياد عنه. بسلميتنا أسقطنا البشير، وهو رئيس لديه حاضنة شعبية وسياسية وقوة عسكرية. أما أمثال حميدتي فهم نكرات بلا انتماء أو مرجعية. سنبقى متمسكين بسلميتنا، فهي العهد الذي بيننا وبين شهدائنا الذين لم يحيدوا عنها. وغرد المدون السوداني أبو أمين من يعتقد أن بفضل اعتصام الثورة انتهت وكل واحد يمشي بيته وانتهى الموضوع. من يظن ذلك واهم ولا يعرف ألف باء الثورة. الآن بهذا التصعيد تبدأ الثورة بقوة ويبدأ العصيان وتشل الحياة. وإذا أراد المجلس العسكري أن يحكم بلد بلا مدارس ولا جامعات ولا وزارات ولا مؤسسات. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعده ردود الفعل الدولية على فض اعتصام القيادة العامة، فابقوا معنا. في إحدى أجمل مدن العالم، شركة ماكيول بخبرة 55 سنة، ماكيول تمكنكم من حياة جديدة وفرص استثمارية جديدة. في مركز منطقة بهجة شهير، مرافق اجتماعية، شقق سكنية بشرف أو تراسات مشمسة من كل النواحي. مرحبا بكم في ماكيول سنترال، شققنا جاهزة للتسليم الفوري، بإمكانكم السكن أو التأجير بأسعار تبدأ من 75,000 دولار. ماكيول سنترال. سأروي لك قصة عن مكان ليس كأي مكان على الأرض، حيث شغف كرة القدم يملأ الأجواء، والفريق الأقوى والأسرع والأكثر مهارة يحقق الفوز، والآلاف من المشجعين من شتى أنحاء العالم يقفون خلف فرقهم المفضلة، وتعلو أصواتهم في الملعب لتشجيع اللاعبين ودفعهم إلى تسجيل الأهداف. اكتشف أحدث وجهاتنا، كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا. أهلا بكم من جديد. فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة خاصة بهذه الطريقة التي وصفت بالدموية أحدث موجة غضب في الرأي العام العالمي، حيث غرد الحساب الرسمي لسفارة الولايات المتحدة في الخرطوم تعليقا على هذا التطور وقال: هجوم قوات الأمن السودانية على المحتجين والمدنيين خاطئ ويجب وقفه، المسؤولية تقع على عاتق المجلس العسكري الانتقالي. كما أدان وزير الخارجية البريطاني هجوم قوات الأمن السودانية على المعتصمين في الخرطوم، في حين غردت أليسون كينغ الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ندين محاولة فض الاعتصام بالقوة في الخرطوم ونعتبره خطوة استفزازية وتصعيدية غير مقبولة، سيحاسب المجتمع الدولي المجلس العسكري على تصرفاته العنيفة التي لا تساعد في بناء مستقبل أفضل للبلد. في حين قال بيان صادر عن المفوضية الأوروبية إن المفوضية تطالب المجلس العسكري السوداني بالتصرف بمسؤولية والتسريع بتسليم السلطة للمدنيين. صور أخرى مروعة رصدها الناشطون تظهر اعتداء عدد من المجندين على رجل عجوز وجله، دعونا نتابع. ويبدو أنه اشترك عدد من القناصة في فض الاعتصام كما قال المدونون، حيث نشروا صورا لمعتصم يسقط أرضا وحده دون غيره من الآخرين، فيما رأوها إشارة لقنصه، دعونا نتابع.
رد اعتصام القيادة العامة دفع السودانيين لاستعراض ما وصفوه بجرائم قوات الدعم السريع، فما تاريخها؟ دعونا نتابع فيديو لشبكة رصد. توثيق حملات اعتداءات كثيرة وكثيفة من طرف قوات الدعم السريع، تلك القوات التي كانت شكلتها الحكومة السودانية سنة 2013 في نهاية السنة، ووظفتها تحديدا في القتال في مناطق النزاع في السودان. ولقد وثقنا أن تلك القوات هاجمت المناطق المدنية والماشية والممتلكات ونفذت عمليات اغتصاب وعمليات قتل، كل هذا بشراسة مهولة. آلاف التغريدات العربية جاءت تعليقا على فض اعتصام القيادات العامة، حيث غرد الحقوقي جمال عيد الجيش اللي قتل شهداء السودان جيش البشير، جيش مرتزق بيد ورثة البشير وفي خدمة السعودية والإمارات، جيش السودان يدافع عن شعب السودان ولا يقتله حين ينادي ويطالب بالحرية والديمقراطية. وغردت الناشطة اليمنية توكل كرمان: حميدتي ليس سوى خطيئة من خطايا البشير، أسقطوه ومجلسه الانقلابي، تفلح وتنتصر ثورتكم وتعبر بالسودان العظيم إلى مصاف الدول الحرة. الناشط الحقوقي فادي القاضي غرد قائلا: المجلس العسكري في السودان بدأ بتنفيذ مجزرة القيادة العامة بضوء أخضر وغطاء حصل عليه خلال أو على هامش قمة مكة، دماء السودانيين يتشارك في وزرها حكام عواصم الثورة المضادة. ودون الأمين العام لمؤتمر الأمة الكويتي حاكم المطيري: يا قوم، لا توجد حرية ولا شعب حر في ظل دول فاقدة للسيادة أصلا وتخضع لنفوذ الغرب الذي لن يسمح لشعوبها باختيار حكوماتها مهما كانت ثورتها سلمية مدنية، فإما أن تخوض معركة التحرير وتتحمل تبعاتها، وإلا ستظل ترصف بأغلال العبودية لأنظمة وظيفية يختارها المحتل نفسه. هذا هو الواقع العربي. وغرد الإعلامي القطري جابر الحرمي: المجلس العسكري في مصر والسودان يشربان من معين واحد، ما بين فض اعتصام رابعة من قبل عسكر مصر وفض اعتصام القيادة العامة في السودان عنصر مشترك، الثورة المضادة بقيادة أبو ظبي لقتل آمال وتطلعات الشعوب. وعلق الفنان المصري عمر واكد: عمرو واكد متضامن مع الشعب السوداني لتحقيق أهداف ثورته، وأدعم تصعيده السلمي في وجه انتهاكات الثورة المضادة التي سينتصر عليها فقط بوحدته وصموده. الإعلامي أسامة جاويش غرد قائلا: جراحنا واحدة، مجازرهم واحدة، يمين الصورة السودان ويسار الصورة مصر، ما بين مجزرة القيادة العامة ومجزرة رابعة الدماء واحدة والقاتل واحد. وغردت المدونة القطرية مريم الثاني: اتضحت الرؤية،
هل علمت الآن لماذا أغلق عسكر السودان مكتب الجزيرة؟ ليرتكبوا أبشع الفظائع والمجازر بحق الشعب الأعزل الذي يطالب بالحريات ولقمة العيش بعيدا عن أعين الإعلام، ولكنهم تناسوا أن عين الله تعالى لا تنام. ارتكب عسكر السودان بإعاز من محمد بن سلمان ومحمد بن زائد والسيسي رابعة سودانية، وغرد حساب حركة شباب 6 أبريل يسطر الشعب السوداني الشقيق ملحمة صمود ضد الدولة العميقة والمؤسسة العسكرية الراغبة في الانقلاب ضد ثورة عظيمة، ويرسم لنا أبطال السودان الطريق الصحيح لمرحلة ما بعد الثورة من إصرار على رفض أي مناورات وحيل يأتي بها زبانية النظام السابق. وأخيرا غرد محمد حمادة: من لم يشاهد أحداث فض اعتصام رابعة فليحضر الإعادة في السودان، تطرف وبطش أهوج وسفك دماء برعاية ثنائي الشر السعودية والإمارات تحت مسمى محاربة الإرهاب، وستظل ملة العسكر واحدة، لن يأتوا بجديد إلا الدمار والدم، رحمتك يا رب، اللهم انصر إخوتنا في السودان. عيد شهيد إذن بدلا من عيد سعيد. صور الكاريكاتير كانت حاضرة وبقوة على هاشتاج مجزرة القيادة العامة. دعونا نتابع. وبهذا مشاهدينا تكون حلقة الليلة قد انتهت حول فض اعتصام القيادة العامة. تذكروا دوما أن تراسلونا بقضاياكم وقصصكم لعل واقعا يتغير أو وعيا يزداد بهاشتاج. إلى اللقاء.